انا عملت 6 مسرحيات في المسرح القومي، اخرهم كانت الملك لير، قعدت 9 سنين متواصل. طيب خطوات لاحياء ممكن فن المسرح ده ممكن، واهم ما ينفعش المسرح في بلد من غير المسرح القومي طبعا، يعني انا اتربينا عليه، انا كنت مفتقد ريحته حتى. انهم يقدروا يعملوا يعني خطه عمل قريبه نلمس رد فعلها على الناس. الفنان الشريف، العروض اللي المفروض يجب تقدمها في الفترة الجاية في المسرح؟ لا ما نقدرش نقول المفروض، الفنان حر يختار اللي هو عايزه. المسرح لا 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 لا، الفنان حر يختار اللي هو عايزه، مش احنا عايزين ديمقراطية. المكان الحقيقي للديمقراطية هو المسرح. يعني أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا، البعض يعني قد توهم يعني ان احنا عملاء للنظم، لا، احنا انتقدنا عبد الناصر وهو على قيد الحياة، انتقدنا السادات وهو على قيد الحياة، انتقدنا مبارك وهو في السلطة، وهننتقد السيسي او اي رئيس جمهورية جاي، هننتقد بوعي، وعي الفنان. يعني المسرح القومي ممكن يشهد مسرحيات معارضة للنظام؟ اه طبعا حبيبتي، احنا هنا انتوا صغيرين، العمل مسرحية اسمها عفاريت مصر الجديدة، اوكي، اتعمل هنا الفتى مهران، انتقاد للزعيم العظيم عبد الناصر، وما اتقفلش المسرح، اتعمل في الحكيم انت اللي قتلت الوحش، واتعمل عرض حلبي، هو لازم لازم يتعاد تسجيل هذه العروض عشان تعرفوا ان احنا كفنانين قمنا بدورنا على افضل ما. واعتبره حاجه يعني معنى كبير جدا، والمسرح القومي وخشبه المسرح القومي ليها قيمه فنيه عظيمه وقيمه ثقافيه عظيمه جدا حقيقه. فالحمد لله انه رجع تاني، وانا كنت بتشرف ان انا كنت واقف على خشبه المسرح القومي، وان ربنا اداني الفرصه دي ان انا اقف على خشبه المسرح القومي في اخر عمل اتعمل عليه الاسكافي ملكا، مسرحيه الاسكافي ملكا. فانا النهارده بعتبر انه يعني مولد جديد يعني، وقيمه ثقافيه فظيعه، وعوده الثقافه لمصر وعوده مصر ثقافيه. الحمد لله. المسرح القومي مسرحيات سياسيه ومعارضه الفتره القادمه، ولا هيكون المسرح القومي زي ما بعض المعارضين بيقولوا هو مسرح الدوله لافكار الدوله؟ لا لا لا، مسرح الدولة مش معناها انه يقدم افكار دولة، لا، مسرح الدولة يعني هو المسرح القومي، هو اسمه القومي، حتى الهيئة اسمها البيت الفني للمسرح، لكن طبعا المسرح القومي طول عمره بيقدم شغل مهم جدا، وبيقدم مسرحيات ذات قيمة فنية عالية جدا، وبدون اي توجهات. المسرح القومي لا يعني اي توجه خالص، لا. هل في استيعاب عند المواطن المصري حب للمسرح، ولا كله طبعا؟ لا طبعا، ازاي، المسرح ابو الفنون، سينما ومسرح وتلفزيون كله فن. لكن فن مره ثاني بعد الثوره وبعد 3 سنين طبعا طبعا طبعا، الناس محتاجه تتذوق فنيا، ومحتاجين ان احنا نقدم فن هادف جدا، يشكل في فكر المجتمع، ويقدم افكار ايجابيه، ويشكل في تكوين ثقافه للناس، للمواطن طبعا، ده غير الاستمتاع طبعا. حضرتك بدون مجاملات اصبحتم يعني اكثر الفنانين اطمانا وتالقا بعد فيلم ديكور كمان، هنشوف الاطمان والتالق ده كمان في المسرح ان شاء الله؟ اكيد اكيد، يعني انا لسه مخلص اهو فيلم ديكور لسه نازل، ولسه مخلص فيلم قبل زحمه الصيف اخراج الاستاذ محمد خان وتاليف غدا شهبندر، ده اعتقد هينزل الشتاء الجاي يعني. الحمد لله انه جات لي الفرصه ان يبقى في افلام مهمه كده، وبالتالي برضو لازم ان شاء الله ان شاء الله بتمنى ان ربنا يبعت اعمال مسرحيه مهمه، مش بس مهمه في تلقين معلومات ولا توجيه، لكن من خلال قيمه فنيه عاليه واستمتاع فني عالي جدا وثقافي ايضا. لا لا لا، ما ابتعدتش عن الكوميديا نهائي، التمثيل هو التمثيل والفن هو الفن، لكن فين ما بلاقي كوميديا راقية من خلال موقف، من خلال ملامح الشخصية، على طول فورا بعمل كده. على فكرة فيلم قبل زحمة الصيف ممكن يبقى فيه كوميديا،
لكن انا بطبعي كماجد كممثل يعني اسمه ماجد الكدواني انا مش بحب الكوميديا الفزعه او الاضحاك بالعافيه يعني، لكن احب قوي ان الكوميديا تبقى من جوه الموضوع من جوه الموقف من جوه المعنى ليها معنى وهدفه. لكن انا لا يمكن ابتعد عن الكوميديا. الكوميديا على فكره اصعب من التراجيديا، اصعب بكتير يعني. دكتورك شكرا جزيلا. انا اللي متشكر. متشكر متشكر تشرفت. هل مسرح النهارده هيساهم في الشباب ويقدروا يبيعوا ويقدروا؟ طبعا طبعا طبعا. اهو يعني النهارده على فكره افتتاح المسرح القومي النهارده او رجوعه، يعني مش افتتاحه رجوعه، هو بمثابه عوده الثقافه كلها لمصر، يعني كأن كل مسارح مصر بتتفتح، لأن هو ده كان الأساس. هو ليه اسمه القومي؟ فهو ده الأساس، فاعتبري أن كل مسارح مصر بتتفتح النهاردة. هو كان حياتنا على فكرة. الاحتفال ده انت عارف يعني عامل عندي زي معجزة، يعني اختصر الزمن في اللحظة دي، انك انت سنة 55 جيت امتحن عليه هنا عشان اخش مع العالف المسرحية، وبعدين ابتديت تمثل عليه وانا طالب، اشتغل ادوار سنويه مع المسرح القومي، بعدين اتخرجنا وكنا اشتغلنا هنا لغايه اخر لحظه برضه بنشتغل على المسرح. فيعني زي ما تقول الشمس بتشرق بقى، اما المسرح القومي يرجع تاني كان الشمس بتشرق بعد العتمه اللي كانوا بيقولوا عليها. انما التحيه بقى لارواح اللي علمونا واساتذتنا الكبار، وتحية للجيل الجاي باذن الله. ازاي نرجع عصر المسرح؟ كفنان كبير راضي عن اداء الشباب في المسرح يعني هذه؟ لا احنا عايزين، لا دلوقتي احنا عايزين بقى المسرح يرجع زي ما كان. يعني احنا عايزين بقى تنتقد المسرح الشباب ازاي؟ شايف ايه الانتقادات اللي ينفع تواجهها للشباب دلوقتي؟ شوفوا يعني ما اقولش للشباب ننتقدهم او غيره، احنا محتاجين نعود تاني ثانوي للمسرح المدرسي. ده لازم مسرح المدرسي. انا اقول لك حاجه، انا وانا طالب جاي امتحن اهو سنه 55، المسرح ده كان ارش كومبليه من وقت المسرح. يعني الاهمال بتاع المسرح المدرسي ده خطير جدا. انما احنا حابين التمثيل عشان التمثيل بنفسه، فندعو الله كده ان المسرح المدرسي يرجع تاني وحركة المسرح تنتشر. يفتح المسرح القومي مرة تاني لإعادة دور المسارح بشكل عام في مصر. يعني هو بدون شك يعني المسرح القومي ده بالنسبة لنا هو بيتي الأول مش بيتي التاني، يعني أنا تربيت فيه وتعلمت فيه. فلما حصل له الحادث الأليم ده من سنة 2008 لغاية دلوقتي كنت حاسس إن أنا قاعد في مساكن إيواء، لان بيتي مش موجود. فالنهارده بيعود هذا البيت للافتتاح، وبتكسب مصر بان في صرح كبير زي المسرح القومي بيعاد وجوده في الحقل المسرحي عشان يرجع يقدم الفن العالي الراقي السامي الرفيع. فنرجو كل خير للمسرح القومي وللمسرح المصري والمصر باذن الله. ازاي حضرتك بتدعموا الفن المصري؟ ازاي بتدعموا الفن المصري؟ بندعمه بكل ما اوتينا من جهد وطاقه وعمر وكل شيء. يعني في المسرح الكوميدي تبع مسرح الدوله، وده اول مره اعمل حاجه في الدوله، وربنا يكرم يا رب دعواتكم ان شاء الله. ازاي عوده المسرح القومي اهميته ايه؟ هو هيثري الحركة المسرحية جدا في مصر وفي العالم العربي، فإن شاء الله يا رب لازم كلنا نقف جنب الصرح العظيم ده. ألف مبروك. أبو الفنون يعني. ويا رب نشوف عليه أعمال عظيمة زي اللي شفناها عليه قبل كده إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. هل عودة المسرح القومي تشجيع على عودة المسرح بشكل عام في مختلف الأنحاء في مصر؟ وهل هيكون في إقبال على المسارح مرة أخرى من قبل الشعب المصري؟ يعني أنا بتعشم ده، بس هي المشكلة في التنظيم. يعني أنا عشان أجي هنا لفيت لفات غريبة جدا عشان أقدر أجي العتبة، وبعدين عشان أركن العربية أركنها فين؟ مسألة بقت صعبة جدا جدا. يعني لازم يواكب العظمة اللي حصلت دي
تسهيل للجمهور انه يجي ويتفرج. امال هيجي ازاي؟ الناس هتيجي ازاي؟ المسرح هو كل حياتنا يعني، والمسرح هو رمز لتقدم مصر الفكري والثقافي، وهذا المظهر الحضاري الرائع انما يدل على استعادة مصر لمكانتها وريادتها في الامن والامان والاستقرار والتقدم والنمو في مواجهة كل تيارات التخلف والرجعية التي تمكنت مصر من الانتصار عليها. ده المسرح بيمثل كل هذه الاشياء، والمبدع المصري موجود وكان منتظر المناخ الحقيقي والمناخ الآمن المستقر عشان يظهر عبقرية الإبداع المصري. وإن شاء الله مصر إلى الأمام دائما، وتحيا مصر. أنا تربيت فيه، أنا بدأت من المسرح القومي وانطلقت منه إلى السينما، وكل اللي حققته في السينما بعد كده من نجومية يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لهذه الخشبة، خشبة المسرح القومي اللي النهاردة بتعود إلى ما كانت عليه. مناسبة خاصة جدا بالنسبة لي، أنا سعادة خاصة جدا لأن بشوف المسرح اللي أنا اتولدت عليه واللي أنا اتربيت عليه وسط عمالقة زي الأستاذ حسين رياض وهذا الجيل العظيم، وبسعيد أوي أن أنا أشوفه ويرجع كما كان، وأرجو أنه حقق الأمجاد اللي حققناها في ذلك الوقت. بيمثل صبايا وأحلامي وكل الأشياء الجميلة، وهو اللي علمنا وهو اللي ربانا، وأنا بعتبره بيتي. إزاي يعني دي ده حاجة تدعو للتفاؤل إن المسرح القومي هيتفتح. أنا أعتقد إنه إن شاء الله في هيبقى في نهضة مسرحية المرحلة القادمة بالقيادة الجديدة للدولة إن شاء الله. حياتي، حياتي أنا بدأت هنا وقدرت عمر كامل، عمر كامل يعني. المسرحيين نفسهم عليهم أن هم زي ما الدولة بتصرف أكثر من 100 مليون على تجديد المسرح، يبقى المسرحيين لازم يردوا بقى هذا الجميل يعني. هيرجع إن شاء الله، مش نستنى نشوف الناس هيشتغلوا إيه وبعدين نقول. إحنا ما بنضربش الودع وبنشوف الغيب، إحنا هنجتهد ونشتغل، وكل واحد نفسه يشتغل شغل راقي وشغل كويس يليق بمصر. المسرح بيمثل إيه لحضرتك؟ أفندم؟ المسرح بيمثل إيه لحضرتك؟ بيمثل الحياة والدنيا كلها، بيمثل كل حاجة. المسرح بالنسبة لي هو أبو الفنون، مش بالنسبة لي أنا بس، بالنسبة للكل. والمسرح القومي بالنسبة للبيت الفني للمسرح هو رأس البيت الفني للمسرح، فاحنا كنا بقالنا فترة شغالين بلا رأس، والحمد لله استعدنا الرأس بشكل جميل، وإن شاء الله هيزدهر مسرح الدولة وهيقدم أروع الأعمال إن شاء الله بفضل افتتاح القومي، ومن بعده إن شاء الله مسرح السلام، وجاري افتتاح وتجهيز وتطوير كل المسارح إن شاء الله بإذن الله. هذا المسرح العريق اللي وقف عليه عمالقة الفن من ممثلين ومخرجين ومؤلفين في مصر، وقدم عروض خالدة لا زالت محفورة في الذاكرة. احنا النهاردة يعني ما عندكيش فكرة، انا جاي قلبي بيزغرط من جوه. دي مصر رغم المحن ورغم الصعاب ورغم الظروف، انما الفن والابداع فارض نفسه، متواجد، مؤثر، وبيؤثر في الاجيال القادمة، وبيطرح قضايا وبيناقش هموم. هذا المسرح العريق كان لي الشرف العظيم ان انا وقفت على خشبته في مسرحية رأس المملوك جابر، وما عندكيش فكرة فرق كبير قوي ان الممثل يقف يمثل على خشبة المسرح القومي او على اي خشبة تانية، بتفرق. جمهور المسرح القومي يختلف عن جمهور المسرح بشكل عام؟ اه. في ايه؟
بيحس بالرهبة، زي ما الممثل بيحس بالرهبة الجمهور بيحس بالرهبة، بيحس انه في مسرح، مسرح حقيقي له تقاليده وله طقوسه وله خشبته وله الصالة بتاعته والبناوير بتاعته. لا الممثل يعني كان امتحان صعب وانا بمثل على خشبة مسرح القومي. لا حاجة تفرح جدا الحقيقة، تجديد رائع جدا، واللي انا شايفه حاجة مذهلة وما كناش متوقعين كده، كنا مستنيين اللحظة دي بفارغ صبر. طبعا وقفت على المسرح، مسرحيتين كبار قوي، كان زكي في الوزارة واعلن يا باشوات، فالحمد لله ان المسرح رجع تاني برونقه، وان شاء الله يبقى فتحة خير علينا دايما. بص خير ان شاء الله مع نص كويس ومخرج كويس زي ما كان عصام السيد، هنعمل حاجات حلوة ان شاء الله. واضح ان في تقدم ملموس هيحصل الفترة دي، ونتمنى ان انتاج المسرح القومي الغزير اللي كان موجود فترة الستينات واللي اتخرج منه عمالقة المسرح، عمالقة التمثيل كلهم، يرجع يستعيد نفسه تاني ويرجع بقوته تاني، وعقبال ما ترجع المكتبات على سور الأسبكية، لان دي من الحاجات الحلوة جدا اللي افتقدناها، ممكن تبقى موجودة وتقنن وتبقى شكلها كويس جدا، لان في باريس لغاية النهاردة في مكتبات موجودة على الرصيف وأعظم الكتب موجودة من هناك. فألف مبروك، وربنا يقدر الإدارة على أن هم يحققوا إيجابيات. والله من زمان جدا أنا كنت في لقاء مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعرفت منه مدى إيمانه بالقوة الناعمة، سواء كان في الأدب أو الشعر والتمثيل والصحافة وكل أنواع القوى الناعمة، هو مؤمن بيها ومؤمن بأن هي هتغير مسار دول وهتحقق نجاحات وهتعمل وعي كبير جدا للشعب. فأنا سعيد جدا جدا بأن اللي قالوا بيعملوا. أكيد يعني زي كل مصري عايز نبقى مستقرين، عايز يبقى في إنتاج غزير من الأعمال الفنية، عايز يبقى في حرص في تقديم الأعمال الفنية، بأن احنا باخدين بالنا من مفردات الحوار تبقى على المستوى المحترم الكويس، ما نخرجش بره الآداب العامة في الحوار، لأن بقى فيه تجرؤ أنا مش موافق عليه الفترة دي في بعض الجمل الحوارية بشوفها في المسلسلات مش موافق عليها. فأرجو إن احنا نبقى يعني إيه نحقق إنجازات جيدة جدا الفترة الجاية، ونبقى عايشين في استقرار وفي أمن. وعايز كمان حاجة مهمة جدا، احنا بنعمل إنجازات أو الحكومة وسيادة الرئيس بيعمل إنجازات ضخمة جدا وأعمال جيدة جدا الفترة دي من مشاريع ضخمة، أنا عايزه يبقى مهتم شوية بالمشاريع اللي تبقى ملموسة لإيدين المواطن المصري، حاسس إن في تقدم حصل في الشارع. أنا بقول الموظفين اللي هنا اللي هم بتوع الهيئة مختلفين، مع إن هم بتوع الهيئة مختلفين عن أي مسرح تاني. هيكون سبب انتعاش في المسرح مرة أخرى. يا رب يا رب، بنسمع بوك ربنا البركة فيكم بقى أنتوا اللي بتقولوا ده. الشباب هيدخل المسرح القومي. الشباب لازم يدخل المسرح القومي. حبيبتي احنا في مسرح الطالعة والغد كنت بشوف ناس شايل سبت الخضار فلاح وقاعد بيتفرج على حاجات عالميه، بس اديله الفرصه هو نفسه يتفرج. لا هي مدرسه اوريدي مش جديده، هي طول عمرها مدرسه كبيره جدا جدا يعني. طبعا طبعا بعوده المسرح القومي ممكن يرجع المسرح تاني على رجليه، يعني السينما خدت الدراما كتير قوي. لان المسرح القومي فارض هيبته وخشبته فارضه هيبتها على اي فنان يقدر يتعاقد انه يخش على المسرح القومي، فمش هينفع نقدم يعني او اي فنان يقدم فيه اي حاجه مبتذله او اللي السوق عايز كده او الناس. لا المسرح القومي خط احمر، مفيش حاجه السوق عايز كده خالص على خشبه يعني المسرح القومي. المسرح القومي هيحل مشاكل المسارح الخاصه اللي لا لا لا، هو مش هيحل مشاكل المسارح الخاصه، لان المسرح القومي في منطقه والمسارح الخاصه في منطقه ثانيه، لكن المسرح القومي هيدي الفكر والوعي والثقافة للفرد والمجتمع والمواطن المصري البسيط، انه ازاي يبقى فيه ناس بتخاطب الفكر والوجدان الصحيح
والهوية المصرية الصحيحة للفنان للمواطن المصري اللي بينتمي لمصر بجد. يعني هنشوفك على خشبة المسرح قريبا. قوي جدا ان شاء الله. شكرا جزيلا. يبقى في طرق تانية نخلي جمهور يجي المسرح. لازم يبقى في كل اسبوع يومين ثلاثة للمدارس، ان المدارس كلها تيجي تتفرج على المسرح عشان تتعلم، ونستخدم ثقافتنا في ان احنا نبني مصر في المرحلة اللي جاية. البعض متخوف من المسرح القومي هيشهد مسرحيات من نوع سياسي معين فقط. لا، يعمل كل الانواع والناس ترجع تاني تشوف كل الانواع. يعني المسرح مفيش دولة متقدمة بتبني ناسها بالمدرسة بس، كل الدول المتقدمة بتلاقي المسرح دايما مليان، كل يوم مليان. وهل المسرح القومي هيحل او هيساعد في حل مشاكل المسارح الخاصة؟ مش بس المسرح القومي. اولا المسارح الخاصة لازم ترجع تفتح تاني، مفيش مسرح بيحل مشكلة مسرح تاني. الفن والكتاب والمدرس في المدرسة والناس في الشارع ممكن تعلمك حاجات مهمة قوي، والبيت حاجات كتير، السينما، التلفزيون، الإعلام. لو استغنبنا الكلام ده كله علشان يعني نوعي الناس وبلدنا تتقدم هنعمل حاجة كويسة. الجمهور العريض ويعمل اللي احنا نفسنا ان احنا نتفرج عليه. تواجدك النهارده مع ماما اكيد ليه شعور مختلف ونفس اليوم افتتاح المسرح القومي، شعور جميل. مبسوطه طبعا وفخوره جدا، وكنت منتظره المسرح القومي ومنتظره ان ان شاء الله اشوف ماما عليه تاني، وان انا يعني شفتي ماما؟ لا، هي ملهاش شريك خالص في المسرح يعني، بس ممكن نشوف خشبة المسرح القومي تجمع ما بينكم. اتمنى ان شاء الله، ويا رب يبقى مليان عروض، ويا رب الحالة الثقافية في مصر تبقى منتعشة دايما. ومبسوطة كمان ان اول مرة ادخله بعد التجديد يبقى بتكريم امي ومجموعة طبعا من النجوم كمان، فربنا يا رب ما يقطع علينا الافراح ولا نور الثقافة ابدا ولا الريادة عن مصر. المسرح شرف لينا كلنا. الله يخليك يا فندم. حضرتك تمثل ايه المسرح بالنسبه للتعليم؟ لا، يمثل قيمه كبيره جدا جدا في نشر الثقافه والوعي والارتقاء بافكار الناس كلها ان شاء الله. حضرتك بتشجع وزارتك التعليم المسرح؟ طبعا مشجع المسرح، وعندنا مسرح الجامعه في كل جامعه من الجامعات، وفي كل جامعه في 3-4 من قاعات المسرح، فدي رساله مهمه جدا في الجامعه يعني. الف مبروك ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. مصر وعلى الثقافة العربية كلها وعلى الناس الفنانين كلهم والمبدعين والأدب والفن والرقي على المسرح القومي، التاريخ كله على هذا المسرح، في مسرح المسرح القومي. أنا سعيد جدا وفخور إن هذا اليوم جه وأنا لسه عايش، وسعيد وفخور جدا إن بحضر هذا التجديد وهذا الرقي للمسرح القومي بكل تاريخه العظيم. شكرا. بكل تأكيد المسرح هو أساس كل الحكايات، هو كل حاجة، هو الدراما والفن والإبداع وكل شيء، والقيم العليا في الفن هي في المسرح. ده البيت اللي علمنا وربانا بالأساتذة العظام اللي احنا سمعنا عنهم والتقينا ببعضهم وبعضهم لا، لكن أنا فخور النهاردة إن سيرتهم هي أعلى شيء وأكبر قيمة احنا جايين نحتفل بيها. طبعا الثقافة والمسرح دول حاجة من الحاجات المهمة قوي اللي بتطلع مواهب الناس، واحنا يمكن عاملين شغل كويس قوي مع وزارة الثقافة في مسرحة المناهج في ادخال الموسيقى في العملية التعليمية، وان شاء الله مزيد موازيد ان شاء الله. مسرح وزارة الثقافة ده بيمثل حدث مهم جدا. انا بحب طبعا اهني الشعب المصري كله
بمناسبة هذا الافتتاح، وهاني طبعا وزير الثقافة دكتور جابر عطفور وكل العاملين في مجال الثقافة في مصر. المسرح القومي في الستينات والسبعينات كان له دور مؤثر جدا في تشكيل الوعي المصري كله، وانا اعتقد مع هذا العمل الجميل وإعادة افتتاح المسرح القومي اعتقد ان احنا مقبلين على مرحلة ان شاء الله تكون جديدة يسهم فيها كبار الفنانين المصريين ومسرح الدولة تحديدا في إعادة تشكيل الوعي المصري وترسيخ مبادئ الانتماء للوطن وحب الوطن ودعوة إلى بناء مصر من جديد إن شاء الله بإذن الله. أنا بهني الشعب المصري كله يعني. فنانك كبير، اهلا يا حبيبي. حضرتك ايه بيمثل لك المسرح؟ اه طبعا يعني بيمثل لنا حياتنا بالنسبه كفنانين يعني، خصوصا المسرح القومي هو اهم مسرح عندنا، وفرحه جميله جدا، ويا رب كده كل الحاجات الحلوه اللي في حياتنا ترجع تعود تاني وبقوه.